إذن مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم جديد في هذا البث المباشر من الدار البيضاء. مرحبا بكم مشاهدينا في هذه الجولة الليلية اللي من واحد المكان اللي كيعجبنا كاملين، فيه أجواء جميلة، أجواء اللي توحشنا، أجواء ديال البحر، يعني أجواء اللي أكيد مشاهدينا الكرام على أننا في ظل هذه الجائحة اشتقنا لها وجينا نشوفوا يعني الجنبات ديال المعلمة التاريخية ديالنا، مسجد الحسن الثاني، المعلمة اللي كان افتخروا بها جميع المغاربة. فأكيد أي كازاوي وأي دري صغير فجل هنا، وأي واحد جاء من مختلف مناطق المغرب فكيجي يزور هذه المعلمة التاريخية، كذلك من سياح اللي كيجي وكينبهروا بالمعلمة اللي عندنا. فمشاهدينا الكرام خليكم معنا في إطار هذه الجولة هذه اللي غادي نقوموا بها في جنبات مسجد الحسن الثاني. مشاهدينا الكرام، نوجه تحية بهذا المنبر هذا الجالية المغربية اللي كتابعنا في جميع أقطاب أنحاء العالم، يعني فكيتابعونا دائما، شكرا لهم. و يعني فانتوما اللي كتخلونا يعني نديروا بزاف ديال الجولات، فبزاف ديال الرسائل من عندكم، يعني بغينا جولة خويا في البرنوصي، بغينا جولة بأي محمدي، سباتة، الحي حساني، عين السبع، يعني حي مولاي رشيد، يعني بزاف ديال البلايص. فحنايا دائما كنحاولوا على أننا يعني ننقلوا لكم الأجواء، وكذلك فحنا كنبقاو صارانين مع الناس اللي كيبقاو خدامين والناس اللي صارانين. مرحبا بكم معنا مشاهدينا الكرام في اطار هذه الجوله الليليه، ودائما من خلال هذه الجولات فكنحاولوا على اننا نناقشوا معكم بعض مواضيع الساعه اللي كتكون يعني خاصه تناقش ديك الساعه، فكنسمعوا ارائكم وتعليقاتكم مشاهدينا الكرام. فضل لهاد الجائحة اللي مازال كنعيشوها، دائما كنبغيو نقولوا الله يرفع علينا هذا الوباء هذا ان شاء الله يا رب العالمين، ونرجعوا لحياتنا الطبيعية. بزاف ديال الاهالي، يعني بزاف ديال الجالية اللي ما شافوش الاهالي ديالهم في ظل هاد الجائحة هادي، بزاف ديال الناس اللي توحشوا والديهم ولادهم، نتمنوا من الله العلي العظيم على انهم يلقاوهم في احسن الاحوال ان شاء الله يا رب العالمين. فغادي نبغيو نقراو بعض من تعليقاتكم مشاهدينا الكرام. الاخ كشكش رجاوي كيقول خويا واش رجاء تاجل الماتش ديالها؟ خويا لحد الان باقي ما كاينه حتى شي حاجه رسميه، ف المكونات ديال الفريق اليوم كان عندهم اجتماع طارئ لدراسات يعني اخر التطورات اللي كاينه في الفريق سيرتو، اليوم تعلنوا على تقريبا 8 او 9 ديال الاصابات في الفريق، ودي منهم يعني ركائز الفريق الناس ديال الرجاء يعني متشبشين بالقرار، كيقولوا بلي يعني كاين قرار ديال الى تصابوا الكسه ديال اللعابه فعندك حق على انك تاجل. لحد الان باقي ما كاينه حتى شي حاجه رسميه، نتسناو غدا ان شاء الله خويا الرجاوي ونعرفوا شنو كاين. فغادي نحاولوا على اننا نقراو بعض من تعليقاتكم مشاهدينا الكرام.
انا هو اللي درت لايف من شيطان. تبارك الله عليكم عزيز، تبارك الله على خويا عبد العزيز، مرحبا بك. فاكيد احنا كنمروا امام هذا المسجد العظيم يعني، فنبغيو لاننا نرفعوا الدعاء لله سبحانه وتعالى ونتمنوا الاستجابة يا ربي، ترفع علينا هذا الوباء هذا ان شاء الله يا رب العالمين. تعبان كيقول ربي يحفظ المغرب واهله طيبين. شكرا لك خويا، شكرا لك خويا على التعليق ديالك. مرحبا بك خويا في المغرب، فالحمد لله معروفين بالكرم والطيب، الطيبه اللي فينا، فالحمد لله مشاهده الجميع. شكرا لك خويا. نزار ريتو كيقول معكم خويا من وزان، مرحبا بك خويا نزار، مرحبا بالناس ديال وزان، يعني ناس الله يعمرها دار، ناس اللي ديال الكرام، والحمد لله تبارك الله عليك خويا، شكرا لك ومرحبا بك معنا. فريند فاش نجاوبك خويا؟ ما عرفتش خويا فاش نجاوبك، ما شفتش المسج التعليق ديالك. شكرا لك خويا رجاوي، مرحبا بك في مكناس، شكرا لك خويا الله يحفظك، تبارك الله عليك، وشكرا للناس ديال مكناس، ناس الله يعمرها دار. الله يبارك فيك خويا نزار الله يحفظك.
إذا المتابعين الكرام، كنتم معنا في هذه الجولة اللي استمتعنا بالأجواء ديالها من خلال اللي كنا فيها حدا جنبات ديال المسجد الحسن الثاني، فشفنا الأجواء كيفاش دايرة، شفنا يعني أجواء ديال الحجر الصحي اللي باينة واضحة. نتلاقاكم إن شاء الله متابعينا الكرام في فيديو مباشر آخر، إلى اللقاء.